امبارح كنا اتكلمنا مع حضراتكم باستفاضه عن مساله كورونا، طبعا بسبب اتهام كريستيانو رونالدو بعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، وحكينا كمان ان الموجه الثانيه جايه للاسف الشديد، وطبعا كتير من الدول الاوروبيه ابتدت تاخد حذرها مره اخرى، ولازم طبعا احنا كمان بالمناسبه يعني الشيء بالشيء يذكر، لازم احنا كمان نبتدي ناخد بالنا اكتر بكتير من كده. النهارده بقى كورونا جابت من الاخر وضربت الراس الكبيره في الكره، يعني طبعا زي ما سمعنا من شويه من خلال لقائنا مع زميلتنا العزيزه روزان، اصابه يعني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا بكورونا. طبعا فيفا أصدرت على طول بيان بيقول إن إنفانتينو البالغ من العمر 50 سنة ظهرت عليه أعراض طفيفة ويعزل نفسه ذاتيا وسيبقى في الحجر الصحي لمدة 10 أيام على الأقل. طبعا احنا كمان كنا قلنا لحضراتكم قبل كده إن في تعليمات جديدة متعلقة بمنظمة الصحة العالمية قالت إن العزل بيكون 10 أيام لو ما فيش أعراض و14 يوم لو ظهرت أعراض. بيان فيفا كمان قال ان جميع المخالطين لرئيس الفيفا في الايام القليله الماضيه تم ابلاغهم بهذا الخبر لاتخاذ الخطوات اللازمه، واكيد احنا بدورنا بنتمنى للجميع الشفاء والسلامه. طبعا خبر زي ده ما غابش عن منشطات كتير من الصحف زي ديلي ميل وسكاي سبورت وايرو سبورت وجول، كلهم اتكلموا عن هذا الموضوع يعني بشكل مفصل الحقيقه. وعايز اقول لك يا كريم، يمكن كلهم قالوا نفس العنوان، يعني ان هو تيست بوزيتيف فور كوفيد 19، كله واخد نفس العنوان ويعني في صحف مختلفه. وطبعا زي ما كنا بنقول يعني ما هوش خبر جميل، ما هوش خبر ايجابي بالفعل يعني.